إذا ما كانش عندك تجربة وما كان عندك إمكانية تكون شي إنسان عندك تجربة ما تركبش. ما عندك تجربة ما كتعرفش تركب، ما عندك شي حاجة ما تدخلش للسوق، حيت أصعب حاجة هو الركوب السوق وسط الكراول وسط الكاميوت. تقدر تمشي راكب العود تقطع لك شركة في العود، العود ملي كينوض ما كيبقاش يشوف، حيت العود تيرجع تشد فيك. إذا ما شديتش يقدر يدخل فيك الكراول، يدخل فيك الكاميوت. هذه هي الحاجة.